في ظل العلاقات المتميزة بين البلاد ودولة الكويت الشقيقة، استقبل صباح اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو بالقصر الرئاسي وفدا كويتيا من مجموعة شركة الأركان المتحدة الكويتية بقيادة مديرها العام أحمد الجزاف، يرافقه مدير شركة دولاريسا القبرصية. تمحور اللقاء حول إدارة مستشفى الكويت المتواجد في الدائرة الأولى لبلدية أنجمينة وبناء مصنع لإنتاج وصناعات الأدوية في تشاد. تقرير رشاد حسن طه. إدارة ودعم تسيير مستشفى الكويت بالدائرة الأولى لبلدية أنجمينة وبناء مصنع لإنتاج وصناعة الأدوية بتشاد كان محور مقابلة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو مع وفد مجموعة شركة أركان المتحدة الكويتية بقيادة أحمد الجزاف المدير العام للمجموعة. الوفد تباحث مع فخامة رئيس الجمهورية مجمل أوجه التعاون بين تشاد والشركة وسبل تفعيلها وتنفيذ هذا المشروع الصحي. نحن الشركة الكويتية تتشرف بالعمل مع جمهورية تشاد وبالعمل على رقي وتقديم أفضل الخدمات الطبية والبحث عن فرص استثمارية داخل الجمهورية وكذلك فرص العمل المواطنين التشاديين في الجمهورية. فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو أكد للوفد بأن ما تنوي الشركة القيام به في تشاد يستحق الاحترام وطلب منهم الجدية، وأكد بأن تشاد تفتح أبوابها للمستثمرين وأصحاب الشركات ليستفيد المواطن التشادي، كما شجعهم على اختيارهم لتشاد لهذا الغرض. وصرح الدكتور عبدالله حكروش بعيد خروجهم من المقابلة أن مجيئهم لتشاد ولقاؤهم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو طمأنهم وزادهم الثقة في العمل والاستثمار في تشاد. اليوم أجينا على تشاد حتى نوضع الحجر الأولاني والأساس بعد موافقة على إنشاء مصنع دواء، أول مصنع بتشاد على مستوى الدولة الأفريقية، ورح يغطي مدينة تشاد ومدينة كمان والمدن الثانية والقارات الثانية الأفريقية، وهذا رح يكون إن شاء الله في خدمة للشعب التشادي بصناعة دوائية أوروبية. حاصلين إحنا شركة دولاريسا على شهادة الجي أم بي بأوروبا، احنا مغطي كل اوروبا، منغطي كل الدول العربيه، وهي فرصه عظيمه انه الشعب التشادي يستفيد من خبراتنا، وان شاء الله بيكون بيحصل على الدواء باعلى مرتبه وباعلى جوده، وان شاء الله بنعالج كثير من الامراض زي الملاريا والايدز وبعض الصفات. احنا الجدير بالذكر بان الوفد الكويتي قدم هدايا لفخامه رئيس الجمهوريه إدريس ديبي تنو تعبيرا منه على دوره البارز وسعيه الدؤوب لربط العالم الافريقي بالعالم العربي.